تعالوا نروح مثلا للبشمهندس محمد علاء. بشمهندس محمد علاء، انا خليني اقول لحضرتك ايه اكتر حاجه مره عملتها وحسيت ان ربنا سبحانه وتعالى وفقك ان انت تكون مفتاح للخير فيها. انا يعني من اكتر المواقف ان انا يعني كنت يعني في مكان وكده، وشفت حد يعني كان عمال منهار نفسيا وبتاع، وكنت فاكر يعني قلت يمكن حاجه او الكلام ده كله. ف يعني مجرد ان هو عنده مشكله وقعدت اتكلمت معاه لقيته هدي، وهو حد يعني كويس جدا ولقيته يعني هاديه جدا، بس هو مجرد حصل له موقف وانهار فحسيت فعلا ان ربنا كان بيسبب لي الاسباب اللي انا اروح المكان ده عشان خاطر اقابل الشخص ده يعني. امسك بقى في الكلمة الرائعة اللي انت تفضلت بيها يا سيد محمد علاء، ايه بقى يا باشمهندس؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب. يعني تمام. خليني اقول لكم حاجة بسيطة خالص، واحنا بنتكلم في وسط اتنين منورين، ربنا يبارك لكم ويجعل ده في ميزان حسناتكم. ايه الحاجة اللي انا بقولها؟ ببساطة خالص، انت لن تستطيع ان تشعر بالمدد وتشعر بنور الله سبحانه وتعالى وبكرم الله إلا عندما يسري فيك مدد الله ونور الله، وانت بتشوف وانت ربنا سبحانه وتعالى بيجعل كلامك باب من أبواب الدخول في قلب واحد، فتنجيه من ظلمة الإيه؟ من ظلمة الخوف أو الرعب، وتحس إن النور ده سرى من قلبك لقلبه. ده من أعظم الأوقات اللي ممكن الإنسان فيها يحس بنور ربنا، وساعتها يحس فيها إن هو كأنه هو كمان بيحيا مع الشخص اللي هو بيحيا فيه. وأنا أعرف ناس كتيرة لما بتعمل الحالة دي يحصل لها كأنها تدمع، ويحصل لها حالة من حالات الخبوط، ويمكن يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويرتقي حاله. أنت شفت الكلام، شفت بريق عينه بعد ما أنت عملت معاه كده يا سيد محمد؟ شفت إن هو يعني اتبسط بالموقف، اللي يعني إن أنا ما أعرفوش أصلاً، ولا هو أول مرة يشوفني إن حد غريب كأنه حد وقف يعني إن هو أنت يعني أنت جيت لي منين أو كده. فأنا وأنا برضه مش عارف أنا قابلته. صحيح، أنت جيت له منين؟ بالظبط. انت جيت له من عند رب العالمين. انت كل الحكايه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، والناس حتى يقولوا ربنا حطك في طريقه، فانت ربنا حطك في طريقه. تمام. يعني هذه الحاله حاله بديعه. انت كنت بتكلم لكلامك قطعتك، معلش اتفضل. فيعني اللي انا اقصد اقوله ان يعني ان مش كل حاجه بتبقى بالماده او كده، كلمه حلوه او يعني اللي انا يعني اشوف حد محتاج ايه كنفسيا او كده، دي ممكن تغير فيه اهم من الماده واهم من كل حاجه.